السلام عليكم الخوت، تبارك الله عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. دائما الجديد مع اخوكم عبد اللطيف القنوري. غادي نشوفوا واحد الشقه هنا في الثالثه، الطبق الثالث ان شاء الله. بسم الله، الشقه هي هذه اللي جات في الطبق الثالث كما كتشوفوا. هذه تقريبا الفصاله ديال الصاله، هذه الدخله ديال نشوفوا هنا على اليسار، نشوفوا شنو كاين هنا على اليسار. هذه ديال الشوفو كما كتشوفوا، هانتوما تشوفوا هنا على اليسار. على اليسار كاين الكوزينه، الكوزينه هي هذه ما شاء الله تبارك الله متسعه، بلاصه ديال الثلاجه، ماشينه لافي، هانتوما تبارك الله كوزينه بالبلاكار ديالها تبارك الله. هانتوما تشوفوا اذا الخوت هادي الكوزينه، غادي ندوزو ان شاء الله نشوفوا الصاله اللي جات اون فاس الباب. هي الصالة عندها السرجم، السرجم اللي كيطل على الشارع الكبير ديال طريق السعيدية. طريق السعيدية هذه هي طريق السعيدية، هانتوما تشوفوا بلاكا ديال مدار السعيدية. هذه هي الصالة، ندوزو نشوفو البيت ما شاء الله، البيت متسع تبارك الله، حتى هو عنده السرجم ديالو كيطل على طرق السعيدية. هانتوما تشوفوا تبارك الله بلاكار ديالو، شوفوا كذلك البيت اللي عنده بالكو. المهم البالكو ديالو هو هذا، تبارك الله متسع. شوفوا الحمام ما شاء الله، الحمام كبير متسع تبارك الله. نعتذر على الإضاءة ما كاينش، شوفوا الحمام متسع تبارك الله، زائد التواليت تبارك الله. إذا فيها جوج ديال الحمامات، حمام كبير متسع تبارك الله، زائد الطواليت، زائد وسط الدار كبير تبارك الله كما كتشوفوا. داكشي من القبس والصال، داكشي مريقل كما نقولوا ما فيهاش عاد، زائد الصاله اللي انفاس الباب. هذه هي الصاله تبارك الله متسعه ما شاء الله. غادي نحط لكم الرقم اللي تحت ان شاء الله في الفيديو، اللي بغاها يتصل تبارك الله.